بينضم لنا عبر الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي زميلنا كريم أحمد. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، أهلا بيكي وأهلا بكل المشاهدين وطبعا كلام في النادي. أهلا بيك، وعايزة أعرف منك النهاردة كواليس تدريب النادي الأهلي الصباحي قبل ما يتوجه الفريق لبرج العرب، وملامح التشكيل اللي أنت ممكن تكون استنتجته من تدريب النهاردة. نقدر نقول النهارده يمكن بيختتم النادي الاهلي استعداداته لمباراه مصر المخصصه على استاد برج العرب في 8 الساعه الخميس غدا ان شاء الله، احد المباريات المؤجله من الاسبوع ال 11. استعدادات قويه لفريق النادي الاهلي بدون راحه شيما، يمكن زي ما انت عارفه منتخب الجزائر ثم تدريبات مباشره على استاد مختار السيتش. لكن بشكل عام النهارده لو بنتكلم على التمرين، الامور الخاصه بالتمرين النهارده مستر مارتن مكارتي اللي المدير الفني كان في اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، محاضره يمكن 15 دقيقه او 10 دقائق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الكابتن محمد يوسف، التركيز الكبير على المباراه القادمه، كمان يمكن محضر بشكل كبير جدا على التمركزات والاخطاء اللي بيقع فيها للنادي الاهلي سواء في الهجوم او في الدفاع، واكد عليها ان احنا هنشتغل عليها بشكل كبير ابتداء من اليوم. يمكن المباراه الاخيره المباراه اللي كانت في الجزائر كان فيها بعض التنفسات لخط الظهر، كان في بعض الوجبات اللي اتكلم عليها مستر مارتن ما اتنفذتش بشكل صحيح، وده اللي اكد عليه اكثر من مره مستر مارتن الاساسي. كمان النهارده التدريب كان في بعض التدريبات الترفيهيه، انت عارف يا شيما السفر وتدريبات متلاحمه بشكل كبير، اللعيبه يمكن نقدر نقول بتمل من التدريب شويه، اكيد طبعا اختيار طيب جدا من الجهاز الفني ان يكون في بعض التدريبات الترفيهيه في الكوره وفيها بعض التكتيك، لكن ما فيهاش احمال، ما فيهاش سرعات، ما فيهاش حاجات كتير جدا. كمان فصل الفصل تام، كل اللعيبه اللي بتشارك بشكل مستمر في المباريات، اللعيبه الثانيه كان ليها جرعه تدريبيه، شوتنج على المرمى، الكروسات اشتغل عليها بشكل كبير النهارده مستر مارتن، كمان الكرات الثابته خطت فقره لجميع اللاعبين بالكرات الثابته من خارج ال 18. لكن في نهايه المباراه كان جزء تكتيكي خاص اللعيبه اللي هتشارك في مباراه الغد، ويمكن لو بتكلم على الابرز اللي ممكن نقدر نقول في ظل غياب ايمن اشرف اللي حاصل على ثلاث انذارات، نقدر نقول في حراسه المرمى الشناوي خط الظهر من اليمين للشمال كريم نيدفيد، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول في المنتصف، شفنا عمرو السوليه، شفنا حمدي فتحي، رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الهجوم ناصر ماهر وجونيور اجاي. لكن لو بأكد كمان على الاطراف شفنا حمودي كمان كان بيشارك في جزء من التكتيك، اسلام محارب على الجانب الايسر كان بيشارك في جزء من التكتيك، يمكن حتى دي اللحظه ده اللي احنا نقدر نقوله، لكن التشكيله الاساسيه اللي احنا قلناها من لحظات بسيطه جدا دي الاقرب في ظل ظروف الغيابات والاصابات اللي بنمر على النادي الاهلي النهارده. وشفنا لو بنتكلم على الغيابات اضافه لاعب من لعيبه عايده من التاهيل ولعيبه مستمره في الاصابات ولعيبه ايضا كمان للرؤيه الفنيه، لو بتصور معاك سريعا وليد سليمان، وليد ازارو، احمد فتحي، احمد الشيخ، تيرالدو، هشام محمد، مروان محسن، حسام عاشور، محمد نجيب، محمد محمود ايضا ليه رباط الصليبي، وايمن اشرف اخيرا وهو الحاصل على ثلاث انذارات. لكن الامر الطيب والمميز جدا ان دخول بعض اللعيب للتدريبات الجماعيه سواء سعد صلاح، يمكن كمان صالح جمعه النهارده كان ظاهر بشكل مميز جدا، باسم علي كمان عايزين نتكلم عليه، باسم النهارده اول تدريب جماعي بيشارك فيه من فتره كبيره، كان عنده طبعا اجهاد في الخلفيه او شده العضله الخلفيه، النهارده كان ظاهر بشكل طيب في التصويب في السبرنتات في الشوتنج، يعني نقدر نقول بنفقد لعيبه لكن الحمد لله في الايام اللي جايه هيرجع لنا بعض اللعيبه وبيرجع لنا بالفعل عدد من اللاعبين. مباراه قويه جدا فيها عناصر مميزه جدا فريق مصر كريم، من ال 15 لاعب المصاب في النادي الاهلي او في صفوف النادي الاهلي تتوقع مين اللي ممكن يقدر يرجع بعد مباراه مصر المقصه ان شاء الله؟ والله يمكن اكثر من لاعب، يعني احنا النهارده شفنا حسام عاشور بيشارك في بعض التدريبات الكره مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل وشارك في جزء بسيط جدا بالكره، حسام عاشور على راس العايدين ان شاء الله بعد هذه المباراه. كمان شفنا هشام محمد بيشارك في بعض التدريبات الكره، جيرالد كمان النهارده كان في فتره تدريبيه، الثلاثي النهارده بشكل كبير جدا بعد المباراه نقدر نشوفهم في تعداد فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه تدريجيا، لكن واضح جدا ان في حرص كبير من الجهاز الطبي والجهاز الفني عدم الدفع باي لعيب، ولو يعني يمكن هو اللعيب يبقى يقول انا جاهز ويقول ان انا قادر، لان الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي فعلا لعيبه النادي الاهلي بتبقى عايزه تتواجد، لكن في حرص كبير جدا اللعيب السليم 100% هو اللي يكون متواجد في القائمه وفي ارضيه الملعب، لان الامر بيبقى صعب جدا ان احنا نفقد عدد من اللاعبين، اخرهم وليد سليمان كمان اللي طمنا بشكل كبير جدا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، جماهير النادي الاهلي كانت يعني متخوفه بشكل كبير ان يكون في تدخل جراحي لوليد سليمان، لكن الحمد لله وليد يمكن يعني الفتره اللي فاتت كان بيعمل مجهود كبير جدا، مجهود كبير، فالحمد لله طمنا عليه. وليد هياخد 5 اسابيع، هياخد تدريبات علاجيه، تدريبات بالماء، الجيم، حاجات كتير جدا بعيدا عن الجراحه، ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المتواجده فيه المصابين بيعودوا
التدريبيه للنادي الاهلي ان شاء الله في ان شاء الله باذن الله الاسبوعين القادمين باذن الله تكتمل صفوف النادي الاهلي، لان خلاص داخلين في مباراه سيمبا بطل اسبانيا يليها يلي بعد مباراه المقاصه دجله، ثم بعد دجله مباراه سيمبا، ففي مباريات عديده سواء في بطوله الدوري العام او في افريقيا، فان شاء الله الكل يكون جاهز، وباذن الله غدا يكون النادي الاهلي موفق يستمر النادي الاهلي ان شاء الله في تسلسل الانتصارات ويعود من جديد لليجنه الدوري العام باذن الله. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد مع الفريق اثناء التدريب الصباحي قبل ما يتوجه الفريق لبرج العرب طبعا استعدادا لمواجهه مصر المقاصه بكره الساعه 5 مساء على ملعب